كما لسراك نهار، الملك والملكوت انتظار، يا دار من ليس تؤويه دار حتى ما تورق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أسعد الله أيامكم ولياليكم في ذكرى مولد 12 من أنوار الولاية والإمامة، الإمام الحجة المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. من القضايا التي أثيرت كإشكالات بخصوص التصور الشيعي حول الإمام المهدي عليه السلام ما يذكر من أنه إذا ظهر فسيأتي بدين جديد. الإشكال هنا أن هذا الادعاء، هذه المقولة أنه سيأتي بدين جديد، هذا يتعارض وبشكل واضح بحسب أصحاب هذا الإشكال مع الحقيقة الإيمانية بأن دين محمد صلى الله عليه وآله هو آخر الأديان، هذا متفق عليه عند المسلمين جميعا، ولا دين بعد هذا الدين، كما أنه لا نبي بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. فالسؤال، هل يوجد فعلا في مصادر الشيعة ما يدل على أن المهدي عجل الله فرجه إذا ظهر سيأتي بدين جديد؟ هل يمكن لو وجدنا مثل هذه الروايات هل يمكن قبول ذلك؟ الإجابة على هذا الإشكال تتلخص في ثلاث نقاط. النقطة الأولى، لا توجد رواية تذكر أن المهدي عليه السلام إذا ظهر فإنه سيأتي بدين جديد، شيء من هذا التعبير غير موجود في الروايات. إذا عبر أحد المؤلفين، أحد مؤلفي الكتب، أو شخص مثلا كتب مقالة أو تغريدة أو غير ذلك في خصوص المسألة المهدوية، أو شاع بين الناس بأن المهدي سيأتي بدين جديد، فهذا خطأ يتحمله من ذكر ذلك، من كتب ذلك، من غرد بذلك، من قال وادعى ذلك، ولا يصح تحميل المذهب مثل هذا الادعاء. وكم من أمر شائع عن الدين بصورة روايات أو مفاهيم ولا أصل لها في الدين أصلا، ولا أصل لها في الكتب والمؤلفات التي تروي مثل هذه النصوص أو تذكر مثل هذه المفاهيم. وقد كتب صديقنا العزيز سماحة الشيخ جهاد فرحات في هذا المجال بحثا قيما من قسمين بعنوان مشهورات لا أصل لها، جاء بعدة شواهد من قبيل مثلا هناك على الألسن يدور، وفي بعض الكتب مذكور بأن النبي صلى الله عليه وآله قال: أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش. وبعد البحث تبين أنه لا توجد رواية من هذا القبيل عن النبي صلى الله عليه وآله، لا أصل له، مشهور لكن لا أصل له. أضيف من عندي أيضا مثلا المقولة التي تدعي بأن الحسين عليه السلام قال: إن كان دين محمد لم يستقم أو لن يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني. أيضا هذا ما في شيء عن الإمام الحسين من هذا القبيل، هذا بيت شعر يعني ذكره لربما قبل 100 سنة أحد الشعراء وأصبح شائع على الألسن أن هذا كلام الحسين عليه السلام. ثانيا، النقطة الثانية، الموجود في بعض الروايات كالتالي، أنا سأتي بنموذجين. المثال الأول في كتاب الغيبة للنعماني عن الإمام الباقر عليه السلام أبي جعفر أنه قال: إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد، أمر وليس دين، كما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله. لاحظوا هنا: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء
بمعنى هناك حالة ابتعاد عن الدين، سيأتي المهدي ليعيد الروح، ينفخ الروح في الدين، ينفخ الدين في قلوب وعقول الناس. في كتاب الإرشاد المثال الثاني للشيخ المفيد عن الإمام الصادق أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قام القائم عليه السلام دعا الناس إلى الإسلام جديدا، يعني مرة أخرى، وهداهم إلى أمر قد دثر، نفس الأمر الذي جاء به رسول الله ولكنه قد دثر، يعني أصبح غائبا، معالمه غير واضحة، لا يعمل به، وضل عنه الجمهور. تتمت الرواية: وضل عنه الجمهور، عن نفس الذي جاء به رسول الله، وإنما سمي القائم مهديا لأنه يهدي إلى أمر مضلول عنه، ضل الناس عن الدين الحقيقي، وسمي القائم، وسمي القائم لقيامه بالحق. بغض النظر عن مدى صحة هذه الروايات سندا ومتنا، ولكن مضمونها بعيد جدا عن فكرة الإشكال، فهي لا تتحدث عن الإتيان بدين جديد من قبل الإمام المهدي، بل تتحدث عن تجديد طرح الدين بعد اندراس مفاهيمه وتشريعاته الحقيقية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا الأمر يمكن أن نفهمه بعدة أنحاء. النحو الأول: أن الغالبية العظمى من الأحكام الشرعية التي يفتى بها من قبل فقهاء المسلمين عموما، سنة وشيعة وأباضية وغيرهم، هي أحكام ظنية. نحن لا نعلم مدى تطابق هذه الأحكام مع ما أنزله الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني الحكم الإلهي الواقعي نحن لا نعرفه، نحن نعمل بالظن ونحن معذورون. غالبية الأحكام، نعم هناك عدد قليل جدا 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 من الأحكام عندنا يقين بأن هذا هو حكم الله، مثلا صلاة المغرب 3 ركعات، صلاة العشاء 4 ركعات، هذا متيقن، من صلوات اليومية 5 صلوات، ونحن معذورون أمام الله سبحانه وتعالى في الأخذ بالأحكام الظنية. في هذا الزمان ما عندنا طريقة للوصول إلى كل الأحكام الواقعية. والمفروض أن الإمام المهدي عليه السلام إذا ظهر يقدم لنا الأحكام كلها من خلال العلم الذي ورثه عن آبائه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالتالي يقدم لنا الأحكام الشرعية كما هي. وحيث أن ما يقارب من 95% حسب ما سمعت من أحد مراجعنا من الأحكام الشرعية الدارجة هي أحكام ظنية وبين الفقهاء اختلاف فيها. الآن تخيلوا أنه إذا ظهر الإمام وسيظهر الأحكام هذه، 95% منها يعني قابلة أنها تتغير، واضح أن الصورة بشكل كبير ستتغير في الأحكام الشرعية لأن الفقهاء مختلفين فيها. فأي الأحكام الآن؟ قد تتفق بعض الأحكام الموجودة مع ما سيأتي به، ولكن أيضا هناك كمية كبيرة لربما تتغير. النحو الثاني لفهم مثل هذه الروايات: تصحيح المفاهيم التي لها، أن يقوم الإمام بتصحيح المفاهيم التي لها مدخلية في صياغة شخصية الإنسان المسلم المتدين من خلال تحديد ما هي أولويات التدين، أي ما هي الأمور الأشد أهمية عند الله والتي يجب أن تأتي في قمة سلم الترتيب أو الهرم عند المتدينين. الآن لو تسأل الناس من هو الأكثر تقوى وتدينا، كل واحد عنده تصور، ولربما تصورات الناس تنصب في اتجاهات معينة هي لا تمثل التدين الحقيقي، بل تمثل تدين قشري مثلا. ما هي المعاصي الأشد خطورة عند الله؟ لربما نحن تصوراتنا أيضا مقلوبة. ما هو المنهج الأخلاقي الذي يدعو إليه الإسلام لتربية النفس وما إلى ذلك؟ عندما يأتي بمثل هذه التصورات الحقيقية كما يريدها الله عز وجل، الصورة ستتبدل. النحو الثالث: إعادة ربط الناس بالقرآن الكريم من خلال إعادة إحياء أهمية القرآن في حياة الناس فكريا، إيمانيا، روحيا، أخلاقيا وشرعيا، وجعل القرآن هو الأساس في رسم معالم المنهج الإسلامي الفكري والشرعي والأخلاقي، والخروج من شبهة
أننا لا نتمكن من فهم القرآن، أننا لا نستطيع أن نفهم ونستفيد من القرآن في ظل غياب المعصوم. الآن سيظهر الإمام وسيبين لنا ويقول هذا هو القرآن، هذه هي مفاهيمه، بالإضافة إلى رفع ما علق بالتفسير والتأويل من عوالق كثيرة شوهت فهم آيات القرآن الكريم عندنا، وعطلت بعضها ووجهت أخرى إلى غير وجهتها الصحيحة. الإمام يصحح المسار في هذا الاتجاه. النحو الرابع، أن يقوم الإمام بتنقية الموروث الحديثي من عشرات الآلاف من المرويات الموضوعة والمحرفة، قال رسول الله، قال الإمام الفلاني، قال الصحابي الفلاني، أن يقوم بتنقية هذا كله، وهذه العشرات الآلاف من الأحاديث المبثوثة بين الناس غيرت معالم الدين، غيرته وفقا لأهواء السلاطين، أحيانا وفقا لأهواء وعاد السلاطين وأهل البدع والأهواء، ومن قبل مدعي العلم وغير ذلك، لا سيما وأننا نعرف أن صياغة الإسلام عند المسلمين عموما لربما في النصف الثاني من القرن الأول الهجري إلى هذا اليوم، نتكلم إحنا قرابة 1400 سنة، صياغة الإسلام عند المسلمين عموما كانت وما زالت تتم في غالبية مفاصلها وتفاصيلها على المستوى العقدي، على المستوى الشرعي، على المستوى الأخلاقي، على المستوى التاريخي، على المستوى المفاهيمي، من خلال الأحاديث لا من خلال القرآن الكريم. ولنا أن نتخيل المقدار الذي سيتغير من هذه الصورة الإجمالية والتفصيلية حين تتم تنقية هذا التراث وما تنقية هذا التراث وما روية تحت عنوان أنه من حديث رسول الله أو حديث الإمام أو حديث صحابي أو كلام صحابي، أن تتم تنقية هذا التراث مما شابه من تزييف وتحريف. النحو الخامس والأخير، أن الروايتين وما شابهها من روايات، الروايتين أقصد التي تحدث أن الإمام يأتي بأمر جديد يعيد الإسلام إلى نظارته، تتحدث عن ترك الناس للدين والتدين وغربة الدين في زمن ظهور الإمام عليه السلام، وهو ما يعني إهمال الناس للدين وعدم الإقبال عليه والتعامل معه، مع الدين، بصورة بروتوكولية أو للبركة أو عند الشدائد فحسب أو في المناسبات أو للتخلص من السحر وتلبس الجن وجلب الحظ وما أشبه ذلك من تصورات شعبية. إذن ماذا يقوم الإمام هنا؟ يكون دور الإمام عليه السلام إعادة طرح الإسلام، إحياء الإسلام في النفوس والعقول، تفعيل الإسلام على أرض الواقع، إخراج الإسلام من حالة الغربة التي يعيشها إلى حالة الحضور بقوة في الساحة الإيمانية والفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والإعلامية وغير ذلك. والنتيجة أن العبارة المشهورة على الألسن بأن الإمام المهدي عليه السلام سيأتي بدين جديد عبارة عن تحوير لما جاء في بعض الروايات أو سوء فهم من قبل ناقليها بالمعنى، نقلوها بالمعنى لا باللفظ. الأمر الثالث، النقطة الثالثة، نفس التعبير بأنه يأتي بدين جديد تعبير خاطئ يتنافى مع ما صرح به القرآن الكريم من أن الدين عند الله واحد على طول تاريخ البشرية، دين الله هو دين الإسلام لا غير، كل الأنبياء إنما دعوا لدين واحد. ومن الخطأ التعبير عن رسالة إبراهيم عليه السلام بأنها دين مختلف عن دين موسى، أن رسالة إبراهيم وموسى دينان مختلفان عن دين محمد، هذا خطأ في التعبير. الدين واحد، الرسالات تتعدد، الشرائع تتعدد. إن شاء الله هذه النقطة أشرحها لاحقا بتفصيل أكثر عندما نقف عند معالجة قضية أخرى أيضا ترتبط بالموضوع الذي نطرحه. نتوقف
عند هذا الفاصل ونعود مجددا بعد قليل. بلهيب الجوى لا في السماء أنا ولا ذي طوى، طال انتظاري وأنا في رحيلي، حاير دليلي على جمر النوى. ما سبق وذكرته في المقطع الأول من هذه المحاضرة بدوره يجرنا إلى الحديث عن قضية ساخنة إعلاميا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ولا يصح غض الطرف عنها، وتدور حول ما يشاع عن وجود مشروع للترويج لدين جديد يأتي بديلا عن الإسلام واليهودية والمسيحية. وقد كثر الحديث بعد زيارة البابا بابا الفاتيكان إلى العراق قبل أسابيع، كثر الحديث عن هذا المشروع الذي يحمل عنوان الدين الإبراهيمي، ونوهت له الباحثة المصرية الدكتورة هبة جمال الدين قبل 3 سنوات، وذكرت في حينه بأنه مشروع يخدم الصهيونية، أنه انطلق في بداية هذا القرن من خلال بعض الدوائر السياسية الغربية والمراكز الاستراتيجية، وأنه تتم فيه الاستعانة برجال دين مسلمين ويهود ومسيحيين. هذه الباحثة أصدرت كتابا بهذا الخصوص يحمل عنوان الدبلوماسية الروحية والمشترك الإبراهيمي المخطط الاستعماري للقرن الجديد. ذكرت في هذا الكتاب كيف توصلت هي إلى اكتشاف هذا المخطط الأمريكي متعدد الأبعاد سياسيا وأمنيا ودينيا، وهو المشروع حسب كلامها الذي يراد له أن يقوم من جهة باختزال الأديان 3، ومن جهة أخرى أنه يريد أن يساهم في تطبيع العلاقات بين الصهاينة والمسلمين من جهة، وبين الصهاينة والمسيحيين العرب من جهة أخرى، والإقرار بحق الصهاينة بكل الأراضي المحتلة، وغير ذلك من الأهداف الفرعية السياسية والأمنية وغيرها. وبحد تعبيرها فإن هذا المشروع عبارة عن بين قوسين، هذا كلامها المنقول عنها، مخطط غربي خطير لتغيير شكل المنطقة وتصفية الصراع العربي الإسرائيلي من جذوره. المخطط بحسب هذه الدراسة وبحسب هذه الباحثة بدأ بهدوء مع بداية الألفية الجديدة تقريبا سنة 2000 ميلادية، ويرفع شعارات براقة لا تثير الشكوك. كيف هو يركز على جهود ومحاولات من جانب منظمات دولية ومدنية، يركز على مكافحة الفقر، تحقيق التنمية في المناطق التي تمزقها الصراعات، ولا سيما الصراع العربي الإسرائيلي. وتقول أنه من أجل تحقيق هذا الهدف التنموي لابد وفقا لأصحاب المخطط من علاج الصراعات من جذورها. كيف؟ باستخدام الدين باعتباره عنصرا لتحقيق المحبة والسلام وليس سببا للعنف. وبما أن الفهم القائم لنصوص الأديان السماوية التي يطلقون عليها اسم الأديان الإبراهيمية 3، الإسلام والمسيحية واليهودية لدى أتباعها هو أحد أسباب المشكلة وليس الحل، إذن يجب الاستعانة برجال الدين من الأديان 3 لدعوة تنادي بدين واحد عام يشملهم جميعا يطلق عليه عنوان الدين الإبراهيمي، وأن هذا الدين الجديد المزعوم ليس إلا مجموعة من القيم الأخلاقية المشتركة، المحبة، التسامح، البر، إتقان العمل، أن يكون هذا بين الأديان السماوية ولربما يضاف إليها أديان أخرى لاحقا مثل البوذية. جهود رجال الدين تقول الباحثة أو القادة الروحيين كما تقول لا تقتصر على وضع مبادئ هذا الدين الجديد، بل تمتد إلى العمل على الأرض في أماكن الصراعات، فهم يتعاونون مع بعضهم أولا لنشر الدين الجديد بشكل عملي، هكذا هو المشروع، من خلال تقديم خدمات مباشرة للأهالي المتضررين في أماكن النزاع، النزاع الديني والنزاع الطائفي، وهم أيضا منشغلون فيما بينهم بمفاوضات هدفها تصفية هذه النزاعات
بإعطاء الحق لأصحابه الأصليين. هذه ضعوها بين قوسين، إعطاء الحق لأصحابه الأصليين في أي نزاع قائم على الدين، ويشاركهم في هذه المفاوضات ساسة ودبلوماسيون من دول معنية بالصراع محل التفاوض ومستفيدة من حل الصراع وفقا لتوجهاتهم ومصالحهم. ودورهم ترجمة ما يتوصل، دور السياسيين ترجمة ما يتوصل إليه رجال الدين إلى حقائق على الخرائط السياسية. هذه الأرض، هذه أرض يهودية، هذه أرض مسيحية، هذه أرض إسلامية. ويطلق على هذا النوع من المفاوضات غير الرسمية الدبلوماسية الروحية، بين قوسين الدبلوماسية الروحية. طيب الآن نعود إلى ما جعلناه بين قوسين أصحاب الحق في الأرض. من هم؟ يقول في الصراع العربي الإسرائيلي، تقول هم يدعون ويدعون بأن أصحاب الحق هم اليهود، إذ تسعى جهود مراكز بحثية مختلفة معنية بالدبلوماسية الروحية وممولة من الغرب لتزييف التاريخ في المقررات الدراسية. هذا جزء من المشروع، أن يتم تغيير بعض المقررات الدراسية، بعض الخرائط، بعض المعلومات، بعض النصوص، إزالة، إضافة، تلاعب فيها، وكلها تهدف لخدمة الادعاءات الإسرائيلية وتؤدي لاستيلاء إسرائيل على القدس كاملة وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية هناك. تذكر الباحثة أيضا أن أبرز محطات هذا المشروع تأسيس إدارة في الخارجية الأمريكية لمتابعته، ومحاولات أيضا الأونروا تابعة للأمم المتحدة هي الإغاثة في فلسطين، ومحاولاتها إطلاق اسم المدينة الإبراهيمية على القدس. هذا تقول هذا جزء من المشروع، أن ترسخ في الأذهان هذا العنوان حتى يضيع العنوان الإسلامي والمفهوم الإسلامي لهذا المكان. وأن الدول التي تدعم هذا المشروع هي إسرائيل ودول غربية على رأسها الولايات المتحدة. ويأخذ الدعم ثلاثة مستويات: المنظمات الدولية والحكومات، هذا من جهة، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الدبلوماسية الروحية والجامعات. الباحثة تقول أن الولايات المتحدة على سبيل المثال أسست إدارة مختصة بالدبلوماسية الروحية، الدبلوماسية الروحية التي يقوم بها يعني رجال الدين من الأديان المختلفة داخل وزارة الخارجية الأمريكية. تم تأسيس هذه الإدارة سنة 2013 على عهد طبعا الرئيس الأمريكي السابق الأسبق أوباما، ووزير خارجيته في المرحلة في الدورة الأولى هيلاري كلينتون. وزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق كلينتون على عهدها تم تكوين فريق عمل حول الدين والسياسة الخارجية، تكون من 6 فرق تقول الباحثة تحت عنوان الحوار الاستراتيجي مع المجتمع المدني من أجل فرصة التشاور والتعاون المتبادلين. هذه عناوين المذكورة. تضم الإدارة، تقول تضم الإدارة نحو 100 فرد من القادة الروحيين رجال دين ومسؤولين بوزارة الخارجية، دورهم تقديم المشورة لوزيرة الخارجية. وعلى الرغم، تقول الباحثة، من تغير الإدارة من الديمقراطيين إلى المحافظين إلى الجمهوريين، فإن هذه الإدارة استمرت قائمة في ظل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأنه في عهد وزير الخارجية جون كيري على أيام أوباما تم تعيين شون كيسي أستاذ الحلقات الدراسية اللاهوتية في جامعة ويزلي بواشنطن ليدير مكتب وزارة الخارجية الأول للمبادرات الدينية. وهدف هذا المكتب تكريس الشراكة مع المجتمعات الدينية العالمية والقادة الروحيين بشأن قضايا أساسية، منها التحولات العربية، السلام في الشرق الأوسط، التغيرات المناخية، حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها. في أغسطس 2013 تحدث جون كيري عن الأرض المشتركة للديانات الإبراهيمية وأهمية الدين العالمي في مواجهة الخطر المحدق بالولايات المتحدة. يعني الدين العالمي سيخدم، عندما نقدمه سيخدم مصالح الولايات المتحدة، هكذا تقول الباحثة.
وأن جون كيري أوعز للدبلوماسيين بإشراك القادة الروحيين والمنظمات الدينية في عملهم، كما تم العمل لإنشاء مؤسسات دينية بارعة في حل المشكلات التي لا يمكن للدبلوماسية العلمانية فهمها. مثال ذلك المصالحة التي تتم بواسطة معهد المصالحة بكشمير، وهناك عدد من القواسم المشتركة بين هذه المؤسسات تذكرها الباحثة. بالنتيجة هي تقول بأن مثل هذا الطرح يفتح الباب للتأويل المستمر للنصوص وفقا للأغراض السياسية. نأخذ هذا الفاصل ونعود مجددا إلى اللقاء إن شاء الله. انتظروك جنودك، إنا أهل ثبورك، أينك عنا؟ زائر جدك جد فجينا، تمسح جبهة كل غريب. لا أريد هنا أن أناقش مسألة وجود مثل هذا المشروع فعليا وعمليا، واعتبار أن هذا الحدث أو ذاك، مثلا زيارة البابا أو غيرها أو التصريح الفلاني، هو نتاج أو من ضمن خطة هذا المشروع، العهدة على الباحثة المحترمة. ولكن من المهم التعليق على الأفكار التي طرحت في ضمن المشروع من قبلها قبل 3 سنوات. هناك مجموعة أفكار طرحت، وأعيد طرح هذه الأفكار مجددا بعد زيارة البابا للعراق، والتي اعتبرها البعض من فعاليات هذا المشروع ومن خطواته العملية، لا سيما وأن هذه الأفكار التي أعيد طرحها هذه الأيام حول الدين والدين الإبراهيمي والأديان الإبراهيمية والصلاة المشتركة وحق اليهود في الأرض المحتلة، هذه العناوين صارت متداولة بكثافة وتستدعي أن تناقش وتعالج، وقد طلب مني عدد من الأخوة الأعزاء التعليق عليها، ولذا سنعلق عليها إن شاء الله هنا. في خطبة الجمعة الأخيرة أنا تحدثت بشكل يعني سريع ومختصر عن هذه المسألة، ووعدت أن من المحتمل أن أقوم بتسجيل محاضرة في هذا الإطار أطرح فيه القضية بشكل أكثر إسهابا، ولذا بعض الكلام لربما يكون مكررا فأرجو تفهم ذلك. أولا، الملاحظة الأولى، المرجعية الدينية في النجف الأشرف أوعى من أن تقع فريسة هذا المشروع الاستخباراتي بحيث تسمح بتوظيف زيارة البابا إلى العراق لخدمة هذا المشروع المدعى والترويج له. ولذا يرجى الانتباه إلى عدم الزج بالمرجعية الدينية الشيعية وكذلك السنية بدعوى أنها صارت أداة لخدمة المشروع، لا سيما وأن البيان الذي صدر عن مكتب سماحة السيد السيستاني عقب الزيارة سحب البساط من تحت أرجل كل من أراد توجيه الزيارة وتوظيفها أو تفسيرها في الاتجاه الذي يخدم أو يتوافق مع ما يطرح بعنوان الدين الإبراهيمي وخدمة المشروع الصهيوني. البيان يؤكد على أن سماحته شدد على المرتكزات التالية: لا للحصار، لا للعنف، لا للظلم، لا للفقر، لا لكبت الحريات الدينية، لا لغياب العدالة الاجتماعية، لا للتطبيع. ثانيا، يجب أن نفهم بوضوح المصطلحات التالية وحقيقة هذه المصطلحات، وهي موجودة في القرآن الكريم باشتقاق أو بآخر: الدين، الملة، الشريعة. علينا أن نميز بينها حتى لا يستغلها أصحاب هذا الطرح ويتلاعبون في مفاهيمها. قال الله عز وجل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. اتفق أتباع الرسالات السماوية المنتشرة اليوم في الأرض، البعض يقول ديانات سماوية، على كل حال اتفقوا على مكانة النبي إبراهيم عليه السلام، وأنه تنتهي إليه سلسلة الغالبية العظمى من الأنبياء المذكورين في الكتب المقدسة لديها، بل إن ظهور مصطلح الأديان الإبراهيمية الذي يشمل الإسلام واليهودية والمسيحية
والمندائية والسامرية وتنتسب إليها البهائية والبابية والقديانية. هي تنتسب، هي ليست أديان، البهائية والبابية والقديانية هي انحرافات وبدع، تنتسب إلى الأديان أو ما يسمى بالأديان الإبراهيمية، مؤشر على أهمية النبي إبراهيم وموقعيته عليه السلام. وفي الوقت الذي أشار فيه البعض إلى أن أول من استخدم مصطلح الأديان الإبراهيمية هو المستشرق الفرنسي المشهور لويس ماسينيون، متوفي سنة 1962، إلا أن للقرآن الكريم تعبيرا لافتا ويسبق هذا بكثير، وهذا التعبير يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، وهو مصطلح ملة إبراهيم كما مر معنا في الآية السابقة. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى جاعلا إبراهيم عليه السلام في مبتدأ سلسلة الأنبياء الذين سيرد ذكرهم في الآيات، والذين يجب أن نؤمن بما أرسل إليهم. يعني لا يستطيع المسلم أن يقول أنا مسلم، أنا مؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وآله، إلا وأن يؤمن بكل هؤلاء الأنبياء ورسالاتهم، وإذا عندهم كتب سماوية بكتبهم السماوية. إن الدين عند الله الإسلام، إلى أن يقول تعالى أفغير دين الله يبغون، هذا الإسلام، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. آيات من 19 من سورة آل عمران إلى 85، من 19 إلى 85. العلامة الطباطبائي في تفسيره تحدث عن الفرق بين الدين والملة والشريعة، المصطلحات الثلاث التي قلت من المهم أن نركز عليها ونفهمها. طبعا عباراته هي صعبة وتحتاج ومفصلة وتحتاج إلى توضيح بيان، أنا من أجل فك التداخل بين العبارات وكذا قمت بإعادة صياغة كلامه ضمن نقاط. النقطة الأولى يقول القرآن يستعمل الشريعة والملة في معنى أخص من الدين، عنوان الدين أعم من الشريعة والملة. اثنين، الشريعة هي الطريقة الخاصة لأمة من الأمم أو لنبي من الأنبياء الذين بعثوا بها، كيف يتعبدون، كيف ينظمون علاقاتهم البينية، يعني مثلا قضية الزواج، الأبوة والبنوة، الأحكام المرتبطة بالعلاقات البينية الاجتجارية والاجتماعية وغيرها، وما هي الآداب التي يتحلون بها إلى آخره، مسألة القضاء، الشهادات كيف تكون، الأحكام المرتبطة بالجرائم وغيرها. هذه الشريعة. الدين، ثلاثة، الدين هو الطريقة الإلهية العامة لجميع الأمم، ولم يتعبد عباده إلا لدين واحد فقط وهو الإسلام له لله سبحانه. أربعة، عرفنا الآن الدين، عرفنا الشريعة. يقول أربعة، الملة كالشريعة هي الطريقة الخاصة بنبي أو أمة. يقول الملة يعني الشريعة، والفرق، نقطة الخامسة، الفرق بين الشريعة والملة هو مجرد الاستعمال اللفظي، العناية اللفظية بحسب تعبيره. فعندما نريد أن نتحدث عن الطريقة التي جاء بها الله تعالى نقول الشريعة، شريعة الله، وعندما ننسب الطريقة إلى غير الله مثلا نقول ننسبها للنبي صلى الله عليه وآله، نستعمل مصطلح ملة، فنقول ملة محمد صلى الله عليه وآله، ملة إبراهيم عليه السلام. لماذا؟ لأنها مأخوذة عنه بالاتباع العملي. فإذا الشريعة والملة بمعنى واحد، لكن الاستعمال اللفظي يختلف. قل شريعة الله وملة محمد. طيب، قال تعالى ملة إبراهيم حنيفا، لاحظوا مو شريعة إبراهيم، ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، الناس عندهم ملة لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي.
لما يتكلم عن الآباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب تكلم عن الملة وليس الشريعة. وقال تعالى حكاية عن الكفار في قولهم لأنبيائهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، عندما يتكلم عن طريقتهم الخاصة في الشرك في العبادات كذا سماها ملة لما نسبها إليهم. النقطة السابعة والأخيرة، الشريعة تقبل النسخ دون الدين، الشريعة تنسخ، الدين لا ينسخ، الدين واحد. هذا كان ملخص كلام العلامة الطباطبائي. نتوقف قليلا مع هذا الفاصل ونعود مجددا للتعليق على هذا الكلام. وطال صبري لعفير الثرى ومن به الظما كنهر جرى، طول حنيني ولبس نطرا في عين حسرة مدهبس تنظرا. بعد ما اطلعنا على رأي العلامة الطبطبائي في الفرق ما بين الدين والشريعة والملة، أنا لي رأي في هذه المسألة. يبدو لي أن ما ذكره العلامة من فرق بين الملة والشريعة غير دقيق. لو كانت الملة، أقول لو كانت الملة مرادفة للشريعة كما قال مع الفارق البسيط في الاستعمال اللفظي فقط، فلماذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، فجعل الله عز وجل ملة محمد هي ملة إبراهيم ذاتها. ومن المستبعد جدا أن تكون الشريعة المحمدية مع الشريعة الإبراهيمية واحدة. هو يقول علامة الشريعة يعني الملة، فهنا يقول ملة محمد هي ملة إبراهيم، يعني شريعة محمد هي شريعة إبراهيم. هذا بعيد جدا، الفاصل الزمني بينهما 2500 سنة. كيف يمكن تصور هذا؟ الأمور تتبدل، عقول الناس تتبدل، احتياجاتهم تتبدل، قضايا الاجتماعية وغيرها تحتاج إلى أحكام مختلفة. بل أن نحن عندما نعود إلى النبي موسى عليه السلام، نبي موسى بعث بعد إبراهيم بحدود 500 سنة أو أقل، موسى احتاج إلى شريعة خاصة مختلفة عن شريعة إبراهيم، مختلفة طبعا نسبيا، مع العلم بأن الفارق الزمني الكبير واختلاف العادات وتطور أنماط الحياة ومتطلبات الحياة متحققة في عهد النبي محمد صلى الله عليه وآله بشكل أكثر وضوحا من تغيرها على عهد موسى. 2500 سنة بين إبراهيم ومحمد عليهما أفضل الصلاة والسلام. وبالتالي من البعيد أن تكون الملة هي الشريعة. ثم العلامة الطباطبائي قال أن الشريعة تقبل النسخ، يا ترى هل تقبل الملة النسخ أيضا؟ استبعد أن يقول العلامة أن الملة قابلة للنسخ، ولذا أستقرب أن الملة تعبير عن الاتجاه العام للطريقة المتبعة من قبل بعض الناس والناشئة عن المتبنى الفكري والتشريعي والأخلاقي، بغض النظر عن التفاصيل التشريعية الجزئية المرتبطة بكيفية أداء العبادات وخصوصياتها أو الأحكام المعاملاتية وأمثال ذلك. إذا نرجع للآية قبل قليل ذكرت الجهاد كعناوين هي مشتركة، التوحيد هو مشترك، الإيمان بالنبوات، الإيمان باليوم الآخر، بينما الشريعة فعلا هي كما قال العلامة عبارة عن الطريقة الخاصة، كيف نصلي بطريقة خاصة بنا، تختلف عن الصلاة في عهد إبراهيم في بعض جزئياتها، تختلف عن الصلاة على عهد موسى في بعض جزئياتها وخصوصياتها. فأتباع كل رسالة لهم طريقتهم الخاصة، أتباع كل شريعة في عباداتهم وخصوصياتهم متفرع عن المعاملات وغيرها. وبالتالي عندما يدعو نبي إلى الدين ويتبعه بعض الناس تظهر الملة والتي تمثل الإطار العام لهذا الدين ومنهجه. ظهرت ملة إبراهيم، ظهرت ملة محمد،
فكلتا الملتين ملة التوحيد والتسليم لله وعبادة الله والعمل الصالح، ولذا ملة محمد هي ملة إبراهيم، ولكن لمحمد شريعة ولموسى شريعة ولإبراهيم شريعة. فالدين عند الله عز وجل واحد طوال تاريخ البشرية. الله لم يتعبد عباده إلا بدين واحد، وكل الأنبياء قبل إبراهيم وبعد إبراهيم وإبراهيم اتبعوا ودعوا لهذا الدين الواحد، وخلاصته التسليم لله وحده، واسمه الإسلام. ولا معنى بعد هذا أن نستبدل الاسم باسم آخر ولو بعنوان الدين الإبراهيمي. ديننا ودين كل الأنبياء هو الإسلام. ومن هذا أيضا ندرك خطأ عنوان الأديان الإبراهيمية الذي ذكرناه قبل قليل عن لويس ماسينيون أو غيره. ما في شيء اسمه أديان إبراهيمية في الواقع، هو دين واحد وهو الإسلام لله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم يؤكد على ذلك، أن هذا هو الدين قبل رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وبعده. وعندما يدعو نبي إلى الدين ويتبعه بعض الناس تظهر الملة كما ذكرنا، وبالتالي تظهر الملة ثم تظهر أيضا الشريعة الخاصة بكل منهم. القرآن الكريم في الآية التي ذكرتها قبل قليل في بداية يعني توضيح المسألة تشتمل أيضا على جزئية أخرى، وهي مرتبطة بتسمية هذه الملة، وهي ملة الإسلام. الاسم هو ملة الإسلام، دين الإسلام، ويطلق على أتباعها عنوان المسلمين. ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. يبدو أن التسمية الإسلام والمسلمون جاءت على لسان إبراهيم ومشت، الله سبحانه وتعالى أقر هذا العنوان. طيب، فإذا كانت الشريعة لأتباع كل رسالة شريعة خاصة، لا يحق للمسلم أن يتنازل عن صلاته ويبتدع صلاة جديدة مثلا، أو يمزج بين صلاته وصلاة المسيحيين أو اليهود أو غير، ما يحق لأحد أن يفعل ذلك. ما يحق أن نخترع طريقة جديدة نقول هذه هي الصلاة، طريقة مشتركة نقول هذا صيام، طريقة مشتركة نقول هذا حج، ونلغي خصوصيات الأحكام الخاصة بالحج عندنا، ونأخذ قليلا من مثلا حج اليهود وغيره. ما يصح هذا الأمر، لا مجال له. ثالثا، الدين لا يكون في مراكز الدراسات الاستراتيجية والدوائر المخابراتية، ولا يمكن أن يكون وليد القوى الاستكبارية. الدين صنع الله، شرع لكم، يعني الله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا الدين، دين الله الإسلام، أنتم عليكم أن تلتزموا به، لا تتفرقوا فيه ولا تتفرقوا عنه ولا تتخلوا عنه، ولا يأتينا أحد بدين آخر. رابعا، يجب الحذر من العناوين الرنانة والشعارات البراقة التي تنطلق من خلالها حملات الترويج الإعلامية لمثل هذا المشروع، وعدم الانخداع بها. كان يقولون أن الغاية هي الدعوة للتركيز على القيم الأخلاقية المشتركة، المحبة، التسامح، البر، إتقان العمل، العيش المشترك، التخلص من العنف، حقوق الإنسان. يجب أن لا نتعامل بسذاجة مع مثل هذه الشعارات، علينا أن نبحث عما وراءها. خامسا وأخيرا، حيثما وجدنا الصهيونية متحمسة لمشروع ما، حيثما وجدنا الكيان الإسرائيلي متحمس لمشروع ما، علينا أن ندرك خبث الغايات، وأنها من مصايد هؤلاء الشيطانية، هذه المصايد الشيطانية لهؤلاء القوم. وكم من كلمة حق يراد بها باطل. أكتفي بهذا القدر. اللهم ثبتنا على دينك ما أحييتنا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، إنك سميع مجيب. والحمد لله، اللهم صل على محمد وآل محمد. أينك مال سراك نهار، الملك والملكوت انتظار، يا دار من ليس تؤويه دار حتى متور.